أطلقت صباح اليوم مديرة مركز المنى الثقافي بالعاصمة إنجمينة بمقر النادي أعمال الدورة التدريبية لصالح الأطفال حول تعليمهم مبادئ علم الحاسوب واللغتين العربية والفرنسية. جاءت الدورة بمبادرة من مركز منى الثقافي. تقرير الزميل محمد صالح الحسين وقراءة عبد الله هارون مرمى. تعتبر الإجازة السنوية من أهم الإجازات التي يستغلها التلاميذ للسفر إلى المناطق السياحية المختلفة حتى يستعد للعام الدراسي الجديد، ومن ذلك اغتنم مركز المنى الثقافي لفتح فرص لتدريب التلاميذ الذين لم يحالفهم الحظ للسفر أو لجولات سياحية، حيث درب مركز المنى الثقافي حوالي 20 تلميذا من الجنسين في مدة شهرين حسب ما أكدته مديرة المركز. هذه السنة في مركز المنى تجربة مع الأطفال، ما لأن الأطفال هم أساس العائلة وهم أساس المستقبل أيضاً في البلد. أن يبدأوا بالثقافة منذ الطفولة هذا أمر هام، وأن يعرفوا كيف يستثمروا وقتهم في وقت العطلة أيضاً هذا شيء مهم. وتوج هذا التدريب بتقديم شهادات تقديرية لجميع التلاميذ المشاركين، وبعد خروجهم عبر بعض التلاميذ عن مدى سعادتهم والمعلومات التي تلقوها خلال هذه الدورة. لقيت رفقان كثيرين، حبيت ميتريس، كل حاجات ساعدنا كثير، عرب، فرنسي، انفورماتيك، هم كثير هنا. يذكر أن مثل هذه الدورات التدريبية تزيد من القدرات المعرفية للتلاميذ، لذا ينبغي على أولياء أمور التلاميذ الحرص على مستقبل أبنائهم.